لديه القدرة على تجسيد كل الشخصيات المعقدة بإتقان. ضيفي في عيادة فحص شامل النجم السوري باسل خياط. آخر مرة عملت فيها فحص شامل كان إمتى؟ الصدفة هي اللي بتخليني أعمل فحص، مالي ملتزم فعلاً بإني أنا دائماً روح وشيء. فحص شامل مع راغدة شلهوب. فيني أقول لك شو؟ تفضل. الغروب. بعض الناس بتاخد عني انطباع ما كتير جيد. أنت شخص خجول؟ جداً وفي نقيض تماماً. أنت عايش بشخصيتين؟ في حدا عايش بشخصية واحدة؟ متى قلبك قال لك بكفيني خيبات أمل؟ ما بحاول إنه قلبي ياخدني لحافة الهوية. قلبك بيختار ولا عقلك بيختار؟ بحاول دائماً عقلي هو اللي يختار. وين تعرفت على زوجتك؟ بالشام. قلت لي بنحاول بحياتنا نكسر هذا الروتين. نجحت؟ اللي بيعرفني ما كان ممكن يتخيل بإني أنا أكون مستمر بزواج مدة 9 سنوات وشوي. كانوا مراهنين إني أنا أنفصل خلال أول سنة. بتغار عليك؟ مثل ما بغار عليك. أنت حدا غيور؟ الغيرة هي عبارة عن زي من الإيجو تبعي. فحص شامل. اعترف بانه تجربتي مع غادة عبد الرازق في مسلسل السيدة الاولى كانت فاشلة غير ناجحة بالنسبة لي. في شخص بتقله الله يسامحك اليوم؟ بقول لحالي الله يسامحني. صوتك حلو؟ ما عندي صوت ممكن يكون بأدي بشكل كويس. جسد 39، روح قد ايه بتعطي عمر؟ انا بسهولة شديدة ممكن ارجع طفل صغير. ولد صغير بفكر ينتحر؟ انا ما بدي حمل ابي زيادة عن اللزوم. معقول ترجع تكون حامل شنط وتبيع على البويب؟ انا عندي استعداد اشتغل اي شيء ممكن تتخيليه بحياتك، ما عندي اي مانع. طول عمري بحب اعيش في قلق وتوتر. بعترف ان انا شخص قلق لكن هو قلق ما له مصطنع. فحص شامل مع راغدة شلهوب الليلة 10 مساء فقط وحصريا على الحياة.